بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء الاولاني النظر اللي احنا اخدناه، خدنا فيه انواع الخرائط، وخدنا 3 تصنيفات، وخدنا انواع مقياس الرسم. طبعا المقياس الشبكي انا بس بقول لك الفكره اللي مبني عليها المقياس، بس انا مش مطلوب مني عملي، لكن انا بشرح لك بس الاساس النظري اللي عليه. قبل ما اتكلم عن تحولات مقياس الرسم وازاي احول من مقياس لاخر، لازم يكون عندي مجموعه كده من الارقام لازم اخلي بالي منها واحفظها. زي هنيه السنتيمتر في 10 مليمتر، اوكي، والبوصة 2.54 سنتي، والمتر في 100 سنتي، دول يبقوا زي عينيا. خد بالنا ان كل التفاصيل وكل شرح العملي مش موجود بالتفصيل في الكتاب، فلازم نكون مركزين كويس قوي. احنا بنكتب، احنا في المحاضرة كل حاجة ان شاء الله تبقى موجودة فيها. الكيلومتر في 1000 متر، الكيلومتر في 100,000 سنتي، خلاص. الميل في 1.6 كيلومتر، الميل بيساوي 63,360 بوصة. ده الجزء الاولاني بتاع الارقام اللي انا لازم اكون حافظاه زي عيني. الجزء التاني بقى عشان احول من مقياس، يعني من نوع مقياس لاخر، لازم ارده الاصل. واصل اي مقياس هو المقياس الكتابي، دي اول حاجة لازم اخلي بالي منها. تاني حاجة لازم اخلي بالي منها، عشان احول من الصغير للكبير بقسم، عشان احول من الكبير للصغير اضرب، تمام كده. دي القواعد اللي لازم اكون واخده بالي منها قبل ما اشتغل في اي مساله من مسائل مقياس الرسم. لازم اكون حافظه احول من الصغير للكبير، ارد احول من مقياس لاخر، لازم ارد الاصل، واصل اي مقياس هو المقياس الكتاب. خلينا ناخد مثال عشان نفهم. مقياس رسم هو بيقول لك 1/200,000. اول حاجة اسألها لنفسي، المقياس ده نوعه ايه؟ ده نوعه كسر بياني. انا لازم عشان احل مسألة كده لازم اعمل كده، كسر بياني. طب انا عشان احول من اي نوع لاخر لازم ارد الاصل، واصله بقى كتابي. يبقى انا عايز احول الكسر البياني لكتابي. هو انا المفروض مني ان احوله لخطي، بس اول حاجة لازم احوله لكتابي، ومن الكتابي احوله لخطي. يا رب تكونوا فاهمين، ماشي كده. احوله لكتاب ازاي؟ المقياس عندي 1/200,000. انا عايزة اشوف كل 1 سنتيمتر على الخريطة بيمثل او يساوي كام كيلومتر، كام كيلومتر. يعني عايزة احول من السنتي للكيلو، ماشي. السنتي اصغر ولا الكيلومتر؟ انا عايزة احول من السنتي للكيلو، يعني من الصغير للكبير. قلت من شوية عشان احول من الصغير للكبير يبقى زي مقاس،
يبقى انا كده هقسم، هقسم على كام؟ الكيلو متر في كام سنتي؟ هتلاقي فوق في 100,000، يبقى بقسم على 100,000 عشان احول السنتي لكيلو. الخمس اصفار هيروحوا مع الخمس اصفار، يبقى 1/2 كيلومتر. انا حولته لكتابي كده، ده معناه كل 1 سنتيمتر على الخريطة بيمثل او يساوي 2 كيلومتر على الطبيعة. طب ده هرسمها ازاي؟ ودي اهم حاجة في مقياس الرسم، مهمة مهمة جدا جدا. لو انا وصلت للنقطة دي انا كده حولته لكتابي، ماشي؟ يبقى هو كان كسر بياني، حولته لكتابي، ومن كتابي هحوله لخطي، ماشي كده؟ ده بقى حوله. بص بقى، ده وحدة الخط اللي هيترسم، وده الرقم اللي هيتكتب فوق الخط. والكيلومتر دي ده التمييز اللي هيتكتب في نهاية المقياس أو في نهاية الخط. تاني، دي وحدة الخط اللي هيترسم، ده 1 سنتي، يعني هرسم 1 سنتي. هل المقياس بتبقى واحدة بس؟ لا، يبقى ارسم كمان 1 سنتي، كمان 1 سنتي، كمان 1 سنتي، ماشي؟ طبعا بيبدأ بصفر، ده الرقم اللي هيتكتب فوق الخط اللي هو 2، ومضاعفاته طبعا 4 6 8. والكيلومتر بقول لك التمييز اللي هيتكتب في نهاية الخط، يبقى كيلومتر. شكرا. تاني، شوف عملت ايه. عندي مقياس 1/200,000 عايزة احوله لمقياس خطي. اول حاجة بسأل نفسي المقياس ده نوع ايه؟ نوع كسر بياني، يبقى ما ينفعش ارسم كده. انا قلت لك عشان احول مقياس من نوع لاخر لازم ارد الاصل، واصله اي مقياس هو المقياس الخطي، هو قصدي مقياس الكتابي، ماشي؟ يبقى مقياس الكتابي عاوزه اوصل لكام؟ كل 1 سنتيمتر على الخريطه بيمثل او يساوي كام كيلو متر على الطبيعه، ماشي؟ يبقى عايزه احول من السنتي للكيلو متر، يبقى عايزه احول من الصغير للكبير، يبقى هقسم. هقسم على كام؟ الكيلومتر فيه كام سنتي؟ في 100,000، ده اللي احنا كاتبينها فوق. يبقى قسمت 200,000 على 100,000، 5 اصفار طلعوا مع 5 اصفار، يبقى اداني 1 سنتي، واحد كل 1 سنتيمتر على الخريطه بيمثل او يساوي 1 كيلو. انا كده وصلت للحاله الكتابيه بتاعه مقياس رسمي، وصلت المقياس من كسر بياني الى مقياس كتابي، خلاص كده؟ يبقى ده معنى ايه؟ طالما وصلت لده يبقى مهم جدا جدا جدا. انا قلت لك كل 1 سنتي، ال1 سنتي ده وحدة الخط اللي هيترسم، يعني انا هرسم 1 سنتي. هل ينفع ارسم 1 سنتي بس وخلاص؟ اه ينفع، بس هو جماليا ان انا برسم اكتر من وحدة للمقياس. كل وحدة طولها كام؟ كل وحدة طولها 1 سنتي، ماشي؟ بيساوي 2، ده الرقم اللي هيتكتب فوق الوحدة، تمام؟ والكيلومتر ده التمييز اللي هيتكتب في نهاية الوحدة، خلاص كده؟ واحدة كمان، 1/500,000، قصدي خليها 50,000 بس، ثانية واحدة،
واحد على 50,000. 50,000. قلت لك أول حاجة هسألها لنفسي، أسأل ده إيه؟ ده كسر بين، يبقى عايزة أحوله لإيه؟ لكتابي. يبقى 50,000 دول أشوفهم بيمثلوا كام كيلو متر؟ يبقى أقسم على كام؟ طب أنا أحول من صغير لكبير، هقسم، هقسم على 100,000. 5 أصفار، الأربع أصفار هيروحوا، 5 على 1 على 5 على 2. ده معناه إن كل 1 سنتيمتر على الخريطة بيمثل أو يساوي 0.5 كيلو متر على الطبيعة. ماشي؟ معناه ان انا هرسم الخط اللي هيترسم 1 سنتي، كمان 1 سنتي، كمان 1 سنتي، كمان 1 سنتي. الرقم اللي هيتكتب يبقى بداية طبعا مقياس 0.5، 1، 1.5، 2، وده التمييز اللي هيتكتب في النهاية، يبقى كيلومتر. او عشان بس الشكل الجمالي للمقياس، ده 1 سنتي وده 1 سنتي، صح؟ يبقى ده 2 سنتي، يبقى 2 سنتي اهو، وادي 2 سنتي اهو، وادي 0، واكتب 1، 2 كيلومتر. دي يمشي صح؟ دي تاخدي عليها 10 من 10، ودي تاخدي عليها 10 من 10، عشان ما نقولش حل دي. ده حل. الحل التاني ان هو 1 لـ50,000. ماشي؟ أقسم، بدل ما أقسم على 100,000 بقسم على 100 بس. بس في الحالة دي بدل ما أحوله من سنتي لكيلومتر، أحوله من سنتي لمتر. أعرف إن المتر في 100 سنتي. تمام كده؟ يبقى صفر ده ان هيروحوا مع الصفرين، يبقى 1 سنتي بيساوي 500، بس مش كيلو متر، لأ، 500 متر. هرسم 1 سنتي، 1 سنتي، 1 سنتي، 1 سنتي. دي الوحدة اهي، اهي 1 سنتي اهي، بدايته 0، ودي كده الرقم اللي هيتكتب هنا، ادي 500، ادي 1000، اوكي، ادي 1500، وادي 2000، وده التمييز متر. واحد هيقول لي امتى اقسم على 100 وامتى اقسم على كيلومتر؟ في حالات ينفع اقسم على كيلومتر، وفي حالات اقسم على متر. فاهميني ايه؟ لو جيت اقسم على المتر واداني اكتر من صفرين، هنا اداني 500. لو اداني 5000، يعني 3 أصفار، يبقى ما ينفعش اقسم على المتر. فاهمين؟ طيب لو جيت اقسم على الكيلومتر واداني اقل من 25%، اللي هي 1 على 25، او 25% اللي هي ربع كيلو، اقل من كده، يعني مثلا اداني 1 على 10 من كيلو، مش عارف اقسم. فاهمين قصدي ايه؟ زي هفهمها لكم تاني بمثال. يبقى في الحاله دي ما اقدرش اقسم على الكيلو. مثلا عشان نبقى فاهمين، عندي 1 لـ500، ماشي؟ أنا عايزة أقسم عشان أحوله، خلاص أنا فهمنا اللعبة، ده كسر بين، أحوله لكتاب، يبقى هقسم، أقسم على إيه؟ بص، أجي أقسم على 100,000، الصفرين هيطلع يروحوا مع الصفرين، يبقى 1 على 5 على 5 فيها 1 على 5 فيها 2. دي معناها 1 على
200. هينفع كده؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى في الحالة دي لما اجيب لك واحد لخمسمية ملهاش حل غير ان انا اقسم على 100 فقط، يديني السنتي ب5 متر. الحمد لله، فاهمين قصدي؟ طيب لو واحد على مليون هاجي اقسم على 100 ألف، اديني كل واحد سنتي بيساوي 10 كيلو. تمام مظبوط، 100 100. طب اجرب المتر كده، يبقى 100 ألف مليون اهي، هقسم على 100 عشان احوله متر، ادي كده النتيجة 1 ل 10 آلاف متر. هي ممكن ممكن، بس انا عملت ايه؟ فاهمني؟ ده غلط كده طبعا. قلت لك اكتر من صفرين، ادي 1 2 3 4، اكتر من صفرين يبقى ما ينفعش متر. فاهم؟ يبقى اقل من الربع ما ينفعش كيلومتري، اكتر من صفرين قدام الرقم يبقى ما ينفعش متر. خلاص كده. ناخد مثال بقى تاني، نوع تاني. بيقول لي الاتنين بوصة يساوي 4 ميل، حولوا المقياس خطي. انا متأكدة بعد الشرح اللي انا شرحته، ولو كنا في محاضرة مش اونلاين، كن كلكم هتقسموا، تحولوا البوسة هنا وتضربوا في 2 و4 و50، وهنا 63 و3. هو في منتهى البساطة بيقول لك الاتنين بوسة بيساوي 4 ميل. لو قسمت هنا على 2 وهنا على 2 يبقى البوسة بيساوي 2 ميل. بس ده كتابي، ده حالته كتابي، مش محتاجة احول. فاهمين؟ يعني هو البوصة باتنين ميل، هو بيقول لك كل بوصة على الخريطة بيساوي 2 ميل. هل ينفع كده؟ اه ينفع كده. ده معناه البوصة، ده الخط اللي هيترسم. البوصة ديت اللي هي 2 و54 من 100، يبقى الوحدة دي 2 و54 من 100، وكمان وحدة 2 و54 من 100. فاهمين قصدي؟ ده الرقم. طبعا احنا عارفين ان اول واحد يبقى صفر، وده 2 وده 4 وده ميل. تمام كده. ان شاء الله اتمنى ان انتوا لما تشوفوا الفيديو تكونوا فاهمين، وباذن الله انا معاكم في اي حاجة تانية. برضو اخر حاجة هنكون اخدها هو المقياس المقارن. يعني يقول لي مثلا 1 على 100 ألف، أنا عايز المقياس ده مقارن. مقارن يعني إيه؟ يعني عايز واحد بالكيلومتر والتاني بالأميال. أول حاجة بتعامل إن أنا هرسم مقياس خطي عادي خالص، بمعنى انا هقول اسال نفسي ده المقياس ده ايه، ده كسري باين، عشان احوله المقياس خطي يبقى لازم احوله المقياس كتابي، يبقى هعمل ايه؟ هقسم. هقسم على ايه؟ هقسم على ايه؟ على 100 ألف عشان احوله. وبالك في المقياس المقارن ما ينفعش اقسم على امتار خالص، ما ينفعش يبقى امتار وفي الوجه التاني اميال، لازم أن يبقى كيلومتر، يبقى لازم اقسم على 100 ألف. يبقى 1 على 100 ألف ده المقياس بتاعنا. خلاص كده هقسم على 100 ألف، يديني 1 لـ1 كيلومتر.
خلاص انا كده كتابي. دي المرحلة الاولى. خلاص المرحلة التانية بقى، انا عايزة اشوف الكام سنتي، يعني عندي استفهام اللي هي سين بيمثل نفس الرقم اللي هنا، يعني هنا واحد اكتب واحد بس بدل كيلو متر ميل. تمام كده معايا؟ هحللكم مسألة كمان. يبقى هقول الواحد سنتي بيساوي واحد كيلو، عندي السين انا عايزة السنتي بواحد ميل، هشيل الميل ده وحط بداله 1.6 كيلو. ليه؟ عشان اضرب طرفين في وسطين لازم كله يبقوا شبه بعضه. يبقى تاني الواحد سنتي واحد كيلو والسين بيساوي 1 في 1.6 كيلو، اضرب طرفين في وسطين. ده معناه الطرفين اللي هي ده كده، اول طرف اهو، الواحد في واحد في 1.6 بيساوي سين في 1، سين في 1 يبقى السين بتساوي 1.6. تاني ده معناه ايه؟ ده معناه ان المقياس الاول الخطي الواحد سنتي بيساوي 1 كيلو، المقياس التاني يعني ان 1.6، عشان السين كانت هنا، ان 1.6 سنتي بيساوي 1 بس ميل. خلاص هنيجي الاول، الاولاني هنرسمه اهو، ماشي؟ الواحد سنتي، واحد سنتي، واحد سنتي، لما بنرسم عادي اهو، ادي صفر، هنا في ايه؟ هنا في 1 2 3 4، ده الاولاني، واكتب كيلو طبعا تمييزا. هنا 1.6 سنتي، شايفين 1.6 سنتي، ادي 1.6 سنتي وادي 1.6 سنتي، بس هنا بقى هكتب 1 2 ميل. تمام كده، ده المقياس المقارن. تاني واحدة تانية، عندي 1 ل2 مليون، الاتنين مليون يعني 6. عايزة ده مقياس مقارن. تاني هسأل نفسي، ده مقياس كسر بيان، عايز احول الخطي يبقى الاول احوله لكتابي. خلاص كتابي، يبقى هقسم هقسم عليه، هقسم على 100,000، لان احنا قلنا ان المقياس المقارن ما ينفعش يبقى امتار واميال، لازم يبقى كيلو متر وايه واميال. هحوله لكتابي، اقسم على 100,000، 5 اصفار هيروحوا مع ال5 اصفار، يبقى الواحد سنتيمتر على الخريطة بيساوي 20 كيلو متر على الطبيعة. ده الأول. أرجع أقول سين عشان أحوله بقى كام سنتيمتر على الخريطة، بيديني هنزل الرقم ده زي ما هو 20 ميل. خلاص هشيل الميل ده كده وحط بداله 1.6 كيلو عشان عمل طرفين في وسطين. خلاص يبقى المسألة بقت كده، الأولاني ده هنزله زي ما هو، يبقى الواحد سنتي بيساوي 20 كيلو، والتاني ده سين كام سنتي بيساوي 20 في 1.6، شلت الميل بقى وحطيت 1.6 كيلو، اضرب طرفين
ادي الطرف الاولاني اهو، الواحد في 20 في 1.6، والتاني السين في 20. العشرين دي هتروح مع العشرين دي، يبقى السين بيساوي 1.6. ده معنى ايه؟ بص، الاولاني بتاعي هو زي ما هو، اللي هو الخط العادي، هنزله الواحد سنتي بيساوي 20 كيلومتر. التاني بقى اللي هي السين هبقت بايه؟ بقت 1.6 سنتي بيساوي 20 بس ميل. هرسم الاولاني عادي خالص، لما ارسم اي 1 سنتي 1 سنتي 1 سنتي 1 سنتي، ممكن ارسم من الاول كده عشان نبقى واضحين، ارسم 4 سنتي كده واقسمهم، انا بس عشان افهمكم. تمام، هنا صفر، دي ايه؟ 20، يبقى 20 40 60 80، والتمييز في الاخر كيلو. التاني 1.6 سنتي، ادي 1.6 سنتي، وادي 1.6 سنتي، هنا 20، يبقى 20 40، وتحت اميل. تمام، يا رب تكونوا لما تسمعوا الفيديو تفهموا، وان شاء الله باذن الله اي حاجه انا معاكم فيها وربنا معاكم ويعدي السنه على خير باذن الله. عارفه الموضوع صعب ان انتم مش قدامي، وان لما تسمعوا الفيديو هتحتاجوا تسالوا حاجات كتير، بس انا ان شاء الله يعني هحاول باقصى الطرق ان اعمل اي حاجه باذن الله تساعدكم، وربنا معاكم يا رب باذن الله.